مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذه التغطية الخاصة. الحقيقة الفترة الأخيرة شهدت الأسواق المصرية ارتفاع يعني ملحوظ بنسبة كبيرة في سعر البيض، خصوصا يعني مع بداية كمان العام الدراسي وزيادة الطلب. لكن اليوم لدينا خبر سار لكل المواطنين في هذا الشأن، انه وزارة الزراعة كشفت وقالت انه سيتم بدءا من الأحد القادم طرح أطباق البيض في منافذ الوزارة وأسعار مناسبة هتكون أقل من السوق للمستهلك، وكمان هتكون بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن والمزارع التابع للجمعية العامة للإصلاح الزراعي وأيضا قطاع الثروة الحيوانية. على كل حال تفاصيل أكثر احنا يعني وتعليق على هذا الخبر هيكون معانا أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي. أهلا بيك يا فندم معانا في تلفزيون يوم السابع ومنورنا. اهلا بك يا استاذه علاء، واهلا بكل مشاهدي الكرام ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك يا فندم، يعني مهم إننا نكشف تفاصيل الخبر بالتأكيد للمواطنين. هو طبعا في الفتره الاخيره معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي بذل مجهود كبير على كافه الاصعده، ده بسبب موضوع الارتفاع المفاجئ في اسعار البيض والدواجن مع بدايه العام الدراسي. هو احنا متوقعين يعني كل عام مع بدايه العام الدراسي بيبقى في يعني اقبال من الساده المواطنين على البيض، فبيحصل ارتفاع اسعاره، ولكن السنه هذا العام يعني الارتفاع الى حد ما كبير. مع الوزير على طول تحرك، عقد اكثر من اجتماع. الاول كان مع المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وتم الاتفاق ان احنا المشكله اساسها بتيجي من لها كذا سبب، بس من الاسباب الاساسيه ان في حلقات وسيطه كثيره ما بين المنتج والمستهلك. نعم. السلع ما بتنتقل من سواء البيض او غير البيض، يعني لما بتنتقل من تاجر لتاجر لتاجر لما توصل للمواطن، فكل تاجر بيبقى عايز يعمل هامش ربح، ده كله في النهايه بيتحمله المواطن. احنا بنحاول ان احنا نقلل هذه الحلقات الوسيطه ويبقى فيه من المنتج للمستهلك مباشره، وده بالفعل اللي احنا تم اتفاق عليه، ان من خلال منافذ وزاره الزراعه ومن خلال منافذ وزاره التموين ومن خلال منافذ وزاره الداخليه امان، ان شاء الله سوف يتم طرح الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن. والناس بصراحه متعاونين جدا ومتفاهمين الامر جدا، وان شاء الله يعني خلال الاسبوع اللي جاي هنشهد تغير في الاسواق. احنا عندنا من يوم الاحد ان شاء الله في المنافذ الموجوده عند وزاره الزراعه باذن الله هيكون في طرح للكميات البيض، وايضا اتحاد الدواجن خلاص الاتفاق تم مع وزاره التموين ومع وزاره الداخليه نفذ امان، وان شاء الله يعني تخلف الاسعار الى حد ما. خليني اقول لحضرتك يا فندم على فكره الاسعار، يعني يا ريت لو تطلعنا عليها، هيكون الاسعار تقريبا كام يا فندم؟ شوف يا استاذه، هو فعلا الاسعار يعني مش زي كل عام، يعني احنا برضه في عندنا عوامل اخرى ادت لزياده الاسعار غير زياده الطلب على البيض مع بدايه العام الدراسي. في ارتفاع في الاسعار الطاقه عالميا، وفي ارتفاع في اسعار الاعلاف، كل ده انعكس على اسعار الدواجن. احنا كوزاره احنا هنبيعه بسعر التكلفه، يعني احنا زي ما هيجي من المزرعه هنبيعه، يعني هيبقى يعني من 46 47 48 للطبق كده، يعني مش هيزيد عن كده. انا بسمع ان في بعض التجار بيبيعوه ب 65 و70، يعني فاحنا ان شاء الله فرق كبير طبعا جدا يعني. فاحنا ان شاء الله هيكون بالنسبه لنا هو سعر التكلفه بالظبط. في كمان معالي الوزير كان التقى بالدكتور محمد فريد رئيس البورصه المصريه، واتفقنا ان احنا هنبدا بطرح البيض والدواجن على يعني في البورصه السلعيه، بحيث ان احنا يعني نبقى في شفافيه في التعامل، ويبقى التاجر او الموزع الصغير والتاجر والمنتج عارف الاسعار ايه بالظبط، بحيث ان احنا يبقى الصوره يبقى هو على علم بكل شيء وملم. تبقى الصوره كلها واضحه وكده. فدي كلها جهود بيبذلها معالي الوزير ووزاره الزراعه من اجل ضبط الاسعار والسيطره عليها، بحيث ان احنا في النهايه نوفر للمواطن يعني السلعه باسعار مناسبه، وكمان
في نقطه لازم اكد عليها، ان احنا برضو المنتج لابد ان احنا نوفر له سعر عادي، يعني المنتج اللي لازم يكون فيه هامش ربح يجعله يستمر في الانتاج، عشان يستمر وعشان ينتج وعشان كده لازم يكون لازم يكسب، لازم صحيح. يربح، بس يبقى فيها هامش ربح وسعر عادل بالنسبه له. صحيح. وكمان يعني حاجات اساسيه او اسعار اساسيه حضراتكم اقرضوها. طيب خلينا كمان نتكلم عن منافذ البيع. هرجع مع حضرتك يا فندم للمنافذ، ابرز اماكنها المحافظات الموجوده فيها. يعني حضرتك ذكرت بعض المنافذ، عايزه بس حضرتك تقولي ابرز المحافظات، ابرز الاماكن ايضا. والله احنا عندنا منافذ يعني منتشره على مستوى الجمهوريه بالنسبه تبعها لمديريات الزراعه والهيئه العامه للاصلاح الزراعي. فمعظم المديريات الزراعه في المحافظات فيها منافذ بيع سلع غذائيه. في ده بالاضافه للمنافذ اللي موجوده عند الوزاره المعروفه للجميع يعني، ولكن احنا عندنا حوالي 350 منفذ على مستوى الجمهوريه، سواء تابعين للهيئه العامه لاصلاح الزراعه او مديريات الزراعه او الجمعيات التعاونيه للاصلاح الزراعي، يعني كل ده تابع للوزاره. فاحنا بنحاول مش بس البيض، ولكن معظم السلع احنا بنحاول نطرحها بحيث ان احنا يعني هيكون في منتجات اخرى يا فندم ممكن تكرر الوزاره في الامر. انا لسه كنت عاوز اقول لحضرتك ان احنا مش بس البيض، ولكن معظم السلع الغذائيه بنحاول ان احنا نوفرها للمواطن من المستهلك مباشره. بس انا عايز اكد على نقطه مهمه جدا، ان احنا كوزاره زراعه وزاره مهمتها توفير المناخ للانتاج، يعني احنا بنوفر المناخ ونساعد القطاع الخاص انه ينتج، وليس مهمتها في الاساس التوزيع او التسعير او التسويق. ولكن احنا معنا وزارات اخرى طبعا بتتعاوننا وتشارك معنا في هذا الاطار، ولكن احنا مهمتنا الاساسيه بالنسبه للمزارع، يعني احنا بنوفر له التأول الجيد، بنوفر له مستلزمات الانتاج، بنوفر له الارشاد، لو في مزارع التراخيص، التفتيش، الرقابه، الامور دي كلها. احنا كوزاره مهمتها توفير الغذاء ومساعده المنتجين على الانتاج. نعم، يعني أنا طبعا بشكر حضرتك يا فندم، وكمان يعني جهد بالتأكيد كبير مبذول بشكر حضراتكم عليه. أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا، وشكرا على هذا الكم من المعلومات. شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لحضراتكم متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.